كبيدات، السلام عليكم، مرحبا بكم خشيواتم سليمان. نتمنى يا ربي تكونوا في الصحه والعافيه ان شاء الله، وانتم كتشاهدوا لي هذا الفيديو. واذا عجبكم الفيديو كبيدات بارطاجي. هذا واحد البونبون او حليوه بارده، ولا حسبوها كما بغيتي، واحد المقويات اللي دادين وصحيين، وما حتىش نقول لكم كيجيو كيحمقوا بحال البونبونيس كيجيو. ودابا ان شاء الله نمشي للمقادير باش تشوفوا شنو عامله لكم هنايا. ان شاء الله عندي واحد 300 غرام ديال الشوفان. ها هو فين هو؟ حمصته شويه في المقيله، شويه ماشي بزاف، عندكم تحرقوه. انا عملت هاد الماركه هذه بميركادونا وليداتي. هاي هذا قال لك زعما ما فيه شي بزاف ديال الحاجات، زعما طبيعي اللي كيبغيو يقولوا الناس الواعيين. ها هو كتشوفوا زيرو ما عارفش شنو. هذا عامله فيه 100 غرام. ها هو الكبيدات 100 غرام، بحال حجيره غنطحنو. عندي هنايا 150 غرام ديال الاكاجو. ها هو فين وعته، هو حمرته في المقيله وفوت واحد شويش فيه. والقرقاع حتى هو 150 غرام. 150 غرام من الحاجه فهادو اللي كتشوفو هنا كاملين، وكل واحد انا عندي الكميه كبيره بزاف كبيره. وانتوما نقصوا ولا زيدوا هذاك الشيء كيبقى لكم. عندي 550 حيت هاد الكاخا كنت كليت منها، واللي قشرته واللي زولت العظيم وداك الشيء بقات لي فيه 560. هيداك 550 طلع واحد شويه، نعملوا له 550 ديال التميره. مع السله غزاله هي امامكم، ها مع السله غزاله. هادو عندي هنايا حسباهم ومنزلاهم هنايا، غادي نزين بهم. وعندي الشوكولا ما جبتها شي، ومن بعد عاد غادي تشوفوا ان شاء الله. هذا هو كيجي بحال بونبون، كيجي كيحمق اللذيذ وفي نفس الوقت صحي. هو صحي، ولكن ملي كنعملوا له الشوكولا ما كيبقاش صحي بزاف. والصراحه راحه ونحيد على ذنوبي، والشوكولات ماشي صحي، الشوكولاتي ماشي صحي بزاف، تقيس منه صافي. وحنا عادين نغطسوا الكويرات ديالنا في الشوكولا، هذيك هي اللي كتملي داخل كل شيء صحي ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم، يكون عند حسن الظن ديالكم. وها هما الحاجات اللي عملت فيهم، وانتم كتشوفوهم الكبيدات، ونتمنى على ربي تعجبكم. ودابا يلا نمشيو لطريقه تحضير ساهله، غادي نطحن هذا الشيء كله ان شاء الله. شوفوا الكبيدات انا جالسه كنطحن فيه، طحنت البارتي الاول مخلط عندي، انتم كتشوفوا الشوفان وهذا طحنته هيدا شويه. حق هذا ما غنطحنوش بزاف، هذا غير غندير شي شويه يبقى محبب مع هذاك اللي وريتكم. حتى هو يبس مقرقش كيعمل قش 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 قش. ايوا زعما بغيت كنفهمكم الفهمه ديالي وليداتي. ولا طلع واد، راه غنزيد ندير شويه شبقى بزاف. هذا القرقع واللوز وهذوك مخلطين، غير انا بغيت زعما النص ندير الشو مزيان والنص لا نخليه باش يجي في التقيمه في السماء. عاد كنبقى نعاود الطحنه الثانيه بهذاك بالقرقع. يا ربي الحبيب التمر. شوفوا وليداتي دابا هيدا، ها شتي النص هذاك عملته مطحون شويه، عاود ماشي في حال الطحين، اي مطحون وصافي. ها هو فين هو دابا، هادو مطحونين ومدرشين مقرقشين ان شاء الله يا ربي. دابا غنطحنو التسمير ديالنا ونبداو نطحنو معاه كلشي، ونعملو العسيله ديالنا. العسيله واقيلا ما قلتها لكمش ديال الكبيدات. دابا غادي نعمل هيدا شويه د التمر وهذاك شويه د هذا، ونخلط. ديك الساعه كنزيدو العسيله حتى كيتجمع لي صافي، ما نعملوش بزاف على قبل التسمير حتى هو كيتخلط معاه مزيان. ملي نسالي هالكبيدات نرجع نعجنهم ونوريهم لكم كيفاش غنعجنهم بالعسيله ان شاء الله يا رب العالمين. ها انتم الكبيدات ديالي، التسمير والعسيله شويه العسيله، عملت واحد مغرفه ديال العسيله بسم الله، وباقا كنطحنو. سمعوا سمعوا كيجي غزال كيحمق. وانا تنكمل عليه ونوريه لكم ان شاء الله يا رب العالمين. ها انتم الكبيدات ديالي، ها العجينه خصها تكون متماسكه بزاف، ها
ها هي فين كنعمل الكويرات، غنعمل على هاد الحجيم هذا صغيره هيدا بركه ان شاء الله يا ربي. دابا نعنكورها كامله هيدا ونخليها في السوينيه ديالها، ملي نجي نعمل لها الشوكولا غنوريها لكم ان شاء الله يا ربي. كنبقى خصها تكون قصحه، كتشوفوا كيف قصحه، ما كنخليهاش خفيفه، قصحه باش ملي كت بحال هادي تملاها كتبقى معلكه من داك الشيء الرفيع. وحجيم واحد نحاول نقدر نمشي به باش نعدل فهاد ديالي، ملي نساليهم كاملين نوريهم لكم ان شاء الله، وتشوفوا معايا الجوج الثاني ان شاء الله. كبيدات صباح النور والياسمين، البارح عييت ولويته وخليته عكاس نعدلو، واليوم في الصباح هاد الصباح ندور كامل الكويرات نوريهم لكم. ها الكويرات ديالي صبحوا لي مكورين معدلين، دوبت عييت شوكولات، بنادم كيجي من الخدمه عيان عجنته وكورته، قلت ما عاد نفن داشي اليوم حتى غدا. هانتوما الامر ساهل ماهل ولذيذه لذيذه، ما حتاش نقول لكم. هانتوما الكبيره ديالي دغيا فديك الساعه، القرقاعه القرقاعه ولا اللوزه ولا، حيت انا عندي القرقاع وكاجو بغيت نعمل القرقاع، كل واحد يعمل حسب الاستطاعه ديالو واللي يبغي. هاد هما الكبيدات، غنمشي معاهم ان شاء الله باذن الله كاملين هيدا، وملي بردو نجي نعدلهم في الكويطات ديالهم نوريهم لكم، وغنخليهم حاسبين هايدا كيفاش ما كتشوفوهم الكبيدات. ان شاء الله يعجبكم، ملي در ما نقدرش نهزها بيدي على قبال عنجة خطن كلشي، بحق انا غادي نوري لكم العمران ديالي. النعس باقي فيا النعس. هانتوما الكبيدات لي يجو فنين ولذاذين بزاف، دابا ان شاء الله ملي نساليهم نوريهم لكم العمران ديالي. الكبيدات ديالي هاهي الحليوه ديالي كيف كتجي. دابا عندي هنايا كتيبس، وملي كنخرجها كنزول لها هاد قنيه السدس اللي كيبقاو زايدين. هانتوما كتشوفوها الشوكولات كيجي كيبري، كنسخنو عي في الفران عي بشويش، كندوبو في الفران عي شويش، كنعمل عليه واحد على حسب اللي عندك ديال الشوكولا. مثلا الا كان 250 غرام كتعمل فيه كوتشاره صغيره ديال الزيت نباتيه، الا كان نص كيلو 500 غرام عمل فيه كوتشاره كبيره نباتيه، كنحرك كتعطيه البريو كيجي فنيون. وكنعملو هنايا في الكويطه ديالنا، والحليوه ديالنا هي واجده، تشوفوها معايا ان شاء الله في البلاطو ديال التقديم، وان شاء الله تعجبكم هذه الحليوه صحيه بالحق بالشوكولات، ما كتبقاش صحيه صحيه 100%، ما نضحكوش على بعضيتنا الصراحه. الشوكولا ماشي صحيه بحق اللي داخل، والله كلشي في رقبتي صحي وماشي طيب زعما الطياب محمر محمر، غير صوتيتو في المقيله هيدا شويه وصافي، باش كنزول له ديك البروديه ديالو صافي، كلشي الشوفان كلشي كلشي صحي الحمد لله. وكتجي مقرمشه ولذيذه لذيذه لذيذه اللي كيعجبو هادشي هذا ديال المقويات، كيجي زعما الصراحه لذيذ. ونتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وتشوفوها معايا في بلاطو تقديم. جوج حليوات الكبيدات هذه عاوده نعملوها دغيا دغيا مع بعضيتنا. عندي هنايا خمسه دي بياض البيض، ها هما خمسه دي بياض البيض. عندي هنا ثلاثه ديال الكيسان ديال العنبه السكر كلاص، ها هو فين هو، ثلاثه ديال الكيسان ديال العنبه، الا بغيتو تزيدو زيدو، بغيتو نقصو نقصو. هنا عندي 500 غرام ديال الكوك، نقدر نعملو كامل، نقدر نعمل كتدي 400، ولكن ما نعرف، حنا غادي نشوفو. عندي واحد النص ديال الحمضه غنعصرها في الميرينغ ديالنا ملي غنطلعوه. هاد الحليوه قديمه وخفيفه وكتجي لذيذه، وحنا بعدا في الشمال كيحمقوا عليها، وحنا بعدا في طنجه كيحمقوا عليها. الحلوه غزاله، والتزيين ديالها غنعملها بهادو. هانتوما كتشوفوا ديك الفروطه الجافه، الفروطه اللي شنو كيعيطوا لها، والله ما عرفت نسيت.
شوفوها تعرفوها. هاي شريتها ميركادونا، وهادو شريتهم من ليدل رخاصين ماشي غاليين بزاف. ودابا بسم الله نمشيو نطلعوا الميرينغي ديالنا ان شاء الله. بسم الله الكبدات ديالي، شوفوا الميرينغي ديالي كيفاش جا غزال. ودابا عندي هاد 250 الاولانيه، وانا ماشا كنخلط، وانا ماشا كنخلط فيه، تندخلها كامله. الا شفتو جا خفيف ضروري نزيدو، ما شفتوش جا خفيف هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله القوام ديالو. هي كتدي 400 غرام هاد القياس اللي عطيتكم، ولكن بعد الكوكو هذا الصراحه الصراحه ماشي ماركه، هي احسن من هذاك اللي كنجيو من عند القزار، ولكن كيكون يابس، ولكن هذا احسن. ونقول لكم نصيحه، حيت انا فايت جبته من ميركا مدريد، عنده ديك الغليط طري، وعنده هذا الشكلات اللي بغيتوه عندهم في الميركا مدريد. هذاك اللي كنجيبو اولا مدينة الناس اللي في مدريد، هذوك اللي كنجيبو من عندهم انا، ولكن ملي كتجيب الحسره خصك تعمل شي حاجه كنجيبوه ما يمعط الله. وصلت على النبي، لا باقي خفيف وضروري غادي نزيدو، غيدي ديك 400 ديالو الكبيدات كنشوف. ها هو بالحق، هو الصراحه هاد الحليوه هادي عندنا كيبيعوه غير في كاسابراطه في طنجه، واحد البريصه الطريق غزال الصراحة، غزال الطريق، غزال غزال. غادي هادي 250 غنكبل النص ديالها، حيت شفتو باقي خفيف، وغنشوف عيني وميزاني. أنا غندخل هادشي هدا وغادي نقول لكم شحال عيديلي. هانتوما باش ميجيش الفيديو طويل. ها هو الكبيدات، دالي 400 غرام بحال لي قلت لكم، ها شاطت عي واحد 100 غرام بحال اللي قلتكم، نمشي في قياس واحد كيوسعوا بحال. بعد النوبه تقدر تزيد، وبعد النوبه تقدر حيت الكوكو عاود ماشي بحال بحال، هايدا خصو يجي. انا خلطتها مزيان عاد رجعت نوريها لكم. وهذه نتوما واللي بغيتو تعملوها في الجيب الحلواني تعملوها في الجيب الحلواني، هذاك الشيء كيبقى لي لكم مزوقه. وديك بغيتو تعملوها شعبيه بحال اللي هي من دائما من اول الزمن اللي كنعرفوها، غير بالكوتشره بحال اللي عنعمل دابا انا، وان شاء الله تعجبكم. وانا غادي نجيب الكوتشرات وغادي نوري لكم انا ديالي كيفاش انا عامله شعبيه. وكل شيء ديالها، الفران عندي كيسخن، والقياس عاود نتوما كتحكموا فيها الكبيدات، هذه ما فيها لا خميره لا يدك لا يخليك، ها نتوما غيب الكوتشره. نجيب هذه حدايا باش تشوفوا، وي حيدوها هنايا القعبس، نعوطها هيدا بالكوتشره ونفرقوهم على بعضيتهم، حيت هاد الحليوه هادي واخا مثلا بلا خميره كتوسع واحد شويش بحق ماشي بزاف، والحجم عملوا على اللي بغيتو. هاد الفروطه اللي عندي هنايا كنعملوا لها هيدا، هذه هي الحليوه الاصيليه القديمه. دابا كلشي كيزوق فيها كما بغاو، كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله. انا بغيت نعملها لكم كيف ما هي. الفران خصو يكون سخون بزاف، ملي تدخلوها الفران نحنيولو حتى 160 عي بحال هيدا، وخليوها 10 دقائق خرجوها، حيت هي من داخل كتبقى فازقه، ومع على برا كتجي مقرمشه، خص البيض ما يمشيلاش يتحمر، الا تحمرت ما كتبقاش هي ديك الحليوه هي هذيك. ودابا الكبيدات سمحوا لي غادي نمشي معاها كامله هيدا، ما يجيش الفيديو طويل، وديك الساعه نوريها لكم. ويلا جات هيدا ندير الشح احسن واحسن من هذه ملسه، غنحاول ما نملساش باش كتجي عشوائيه. هيدا كنفرشها كتجي مزيونه، كتعطي المنظر مزيون. هيدا احسن من هيدا ملسه، ما تملسوهاش باش تجي هيدا. ونتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. اللي نطيب نوريها لكم الكبيدات. وهاد الكبيدات ديالي ها شكل النهائي ديال الحليوه ديالي، ها شوفوا كتجي كتحمق وبنينه. هاد الكوكو الفروتو سيكوت بالشوفان كيجيو كيحمقوا، انا حيت مشى بهم ضيفه عليها عملت لهم هيدا الكبيدات. نتمنى على ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. واذا عجبكم الفيديو الكبيدات ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك مع الحباب والصحه والجيران، وان شاء الله يا ربي تعاونونا نزيدوا القدم بفضل الله وديالكم ان شاء الله باذن الله. شكرا الكبيدات جزاكم الله، وهو هذا شكل النهائي الحليوه ديالي. ونتمنى على ربي تعجبكم ان شاء الله باذن واحد الاحد.
الكبيدات ديالي ما وريتكمش الشكل النهائي ديال الحلوى ونسيت، ودابا غنوري لكم الكبيدات. شوفوا الحليوه من داخل كتجي معلكه كتحمق، ومن على برا كتجي مقرمشه. بسم الله كتجي الكوكب الحليوه بسيطه، المقادير بساطين ديما الحلوه. وهذه ديال الشوفان والفواكه الجافه، نقلع هاد القرقاعه هكذا وغنقطع لكم باش تشوفوها. ها انتم الكبيده تعاود معلكه كتحمق. بسم الله هذه كما كانش الشوكولاته من فوق غنقول لكم صحيه 100%، ولكن ديك الشوكولا كيزوي هذاك ماشي صحي، ما نكذبوش على الناس. واللذيذه وكتحضر دغيا، ونتمنى تعجبكم يا ربي.